الناس جاية عشان مفيش حاجة تشربها مرة، لازم نتوسع، لازم نعمل حاجة. زي عشان الناس ساعتين ثلاثة اليوم قبل نعرف مش لاقيين حاجة ياكلوها. كلها نفس المعاناة اللي بنعانيها شعبنا الفلسطيني، فينا اخواننا اللي بيجوا من الشمال ومن قطاع غزة. بنكون عطشانين، يا العظيم احنا بنعاني نفسنا زيهم زينا زيهم. Despite having almost no water for themselves, this group is distributing what little they have with people who have fled the north of the country. بدي اعبى ميه صب للناس. هات الميه يا شباب، يلا عيننا يلا. يوم يجي انا سبعة ايام تقريبا. ميه بنقدم ايش ما كان موجود، و رغم احنا محتاجينها، يعني احنا محتاجين الميه برضه، احنا يعني بنعاني لما نجيبها، فرق واقفين وصامدين، وان شاء الله بنقول للاحتلال كنا مع بعض، يعني الحمد لله رب العالمين كنا ايد واحده.